وعلى وقع معارضة متنامية يقودها عمدة مدينة اسطنبول أكرم إيمان أوغلو، جاء تحديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لشهر يونيو موعداً للبدء بأعمال بناء قناة اسطنبول التي ستلف على مضيق البوسفور. وتتوقع الحكومة أن تبلغ إيرادات هذا المشروع 8 مليار دولار سنوياً مقابل التعريفات التي تدفعها السفن، كون القناة غير خاضعة لاتفاقية مونترو التي تنص على حرية الملاحة في مضايق البحر الأسود ومن بينها البوسفور. لكن المعارضة تعتبر المشروع أيضاً كارثة بيئية وكارثة اقتصادية. منذ إطلاقه قبل 10 أعوام، نال مشروع قناة اسطنبول حصته من الجدل في تركيا. هو جزء من مجموعة مشاريع عملاقة وطموحة أطلقها رجب طيب أردوغان عام 2011 أثناء توليه رئاسة الوزراء، وأرفقها بوعود برفع الناتج المحلي للبلاد إلى 1 تريليون دولار بحلول عام 2023. المشاريع تشمل مطاراً جديداً بكلفة 12 مليار دولار، افتتحت المرحلة الأولى منه قبل عامين على أن يتم تشغيله كاملاً عام 2025، وتشمل أيضاً طريقاً برياً يصل الغابات على امتداد ساحل البحر الأسود ويسهل جلب البضائع من أوروبا وآسيا. ثالث هذه المشاريع العملاقة قناة اسطنبول التي ستمتد بموازاة مضيق البوسفور وتصل البحر الأسود ببحر مرمرة وتتضمن بناء 6 جسور ومدينتين. تقول الحكومة إن المشروع سيخفف الضغط عن مضيق البوسفور ويقلل الانبعاثات منه، وسيعود على الدولة بإيرادات ب8 مليارات دولار سنوياً ويخلق عشرات الآلاف من الفرص الوظيفية. ويقول المعارضون إن المشروع يعزل المنطقة الأثرية في اسطنبول ويلحق الضرر بمخزون المياه الجوفية وتماسك التربة، وسيثقل كاهل المدينة ودافعي الضرائب لأن طرق التمويل ليست واضحة. الخلافات هذه تحولت على امتداد السنوات العشر الماضية إلى عراك سياسي بين أردوغان الساعي إلى إعادة رسم الجغرافيا التركية، والذي يواجه سلسلة أزمات سياسية واقتصادية عززتها جائحة كورونا، ومعارضيه ويتقدمهم رجل اسطنبول القوي عمدة المدينة أكرم إمام أوغلو الذي يقول إن المشروع سيتسبب في مجزرة بيئية لن يسمح بحدوثها. وينضم إلي الآن من اسطنبول معين نعيم الباحث في الشأن التركي. معين، أهلا وسهلا فيك معنا، صباح الخير. يعني أهلاً، قد يحتاج أردوغان إلى قناة جديدة لأي سبب، لعدة أسباب، لكن هل يحتاج العالم إلى طريق بحري جديد يربط بين البحر الأسود وبحر مرمرة؟ وهل يمكن أن ينقص هذا القناة الجديدة، أن تنقص من مضيق الفوسفور وهو أحد أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم؟ يعني بداية أعتقد أن أردوغان شخصيا لا يحتاج لقناة اسطنبول بقدر ما تركيا وإسطنبول تحتاج لقناة اسطنبول. بداية ما نعيش اليوم في مضيق البوسفور من ازدحام مروري مائي كبير جدا تختلط فيه السفن النقل الداخلي والقوارب الصغيرة والسفن العملاقة بين العسكرية والبترول وغيرها والتجارية يحتم، وليس الكلام بالمناسبة كلام لأردوغان، الكلام حوالي منذ 50 سنة، وهناك حديث عن الحاجة لقناة موازية أو على الأقل طريقة جديدة لتخفيف حدة الازدحام في مضيق البوسفور. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، مضيق البوسفور اليوم يهدد، على عكس كلام رئيس البلدية بالمناسبة، رئيس البلدية تكلم في كلام كثير وثبت علميا أن كثير من الادعاءات غير منطقية على سبيل المثال مثل فصل المنطقة التاريخية ومثل تسبب في فصل التربة إلى آخره. نتكلم عن قناة بعمق يعني 20-30 متر، هذا كلام جغرافيا وجيولوجيا غير منطقي بالمناسبة. لكن موضوع ازدحام القناة ومرور الكثير من السفن التي تهدد البيئة في مضيق البوسفور الذي يعني تمر فيه أو فيه تعرجات خطيرة جدا، وأدت في كل عام نعيش مرة أو مرتين حوادث انزلاق أو انسحاب للسفن نحو السواحل أو اصطدام السفن بالسواحل بسبب التعرجات الطبيعية في مضيق البوسفور. سيد معين، خليني أعطيك شوية أرقام البحر. أنا عم بتطلع عليها بالوقت الحاضر وهي صادرة عن الإدارة الشؤون البحرية في تركيا، أنه على مدار 15 سنة الماضية
صحيح يمكن الحمولات اللي بتمر بالبوسفور ارتفعت بنسبة، حجم الحمولات ارتفعت بنسبة 30%، لكن عدد السفن التي تمر بالبوسفور انخفض بمعدل 43%. هذه أرقام رسمية من دائرة تركية مش من عندي أنا. والعدد السفن ناقلات النفط انخفض بحوالي 31%. طيب، لكن الازدحام التجاري في المضيق بالحجم من عدد، من حيث عدد حجم السفن ازداد. كنا نتكلم في 1930 عند بداية الحديث عن السفن. عم بيقولوا هون عدد السفن انخفض 43%. سيأتي انخفض العدد لكن زاد الحجم، هذه المشكلة الثانية. نتكلم عن سفن، كنا نتكلم عن سفن أطولها 50 متر قبل 70 عام، اليوم نتكلم عن سفن طولها 375 متر تمر اليوم في، أو 350 متر تمر اليوم في مضيق البوسفور. فماذا بعد ذلك؟ يعني اليوم نتكلم بالمناسبة في عام 1936 كان هناك فقط 3000 سفينة، في عام 2019 كان 43000 سفينة تمر. نحن نتكلم عن انخفاض وزيادة سنوية. هل الجواب هو بناء قناة جديدة أم هل هناك بالإمكان التعامل؟ لم يوجد بدائل أخرى. وضع قوانين أخرى. هل نستطيع وأطر جديدة للمرور بالبوسفور؟ لا يمكن، لا يمكن. المشكلة مضيق البوسفور يتبع لاتفاقية مونترو، ولا تستطيع تركيا أن تغير شيء فيها. هذه مشكلة. القضية الثانية طبيعة الجغرافية ضبط المرور فيه هو ما تستطيع تركيا تتحكم فيه. بعدين بالضبط هي تضبط تقول فيؤدي ذلك. لو سمحتي لي خلي الفكرة تكتمل. لو سمحتي لي، المشكلة الضبط يعني تأخير السفن، وتأخير السفن يعني تلوث بيئي، ويعني تأخر تكاليف اقتصادية على شركات النقل، وهذا ما تحتاج فيه أصلا الحكومة التركية. تقول اليوم تنتظر السفن حوالي يوم على الأقل، معدل يوم تصل أحيانا إلى 3 أو 4 أيام حتى تمر مضيق البوسفور بسبب الضبط في المضيق. فهناك مشكلة بيئية أن السفن تبقى في هذه المناطق لأيام طويلة. الحل أنك تعجل من مرورها بتكاليف معينة. لذلك أنا أعتقد أن لا، القناة أصبحت مطلب طبيعي جدا، وليس مطلب أردوان بالمناسبة. سبق أردوان الكثير بالمناسبة من السياسيين والمسؤولين الأتراك، لكن لم يكن لديهم القدرة على تنفيذ هذا المشروع. اليوم أعتقد أن الحكومة التركية، بالمناسبة رئيس بلدية اسطنبول وتياره السياسي اعترض على مطار اسطنبول الجديد، اعترض على الجسر الثالث، اعترض على الطريق الثالث، لكنهم لم يطرحوا أي بديل كحل لهذه المشكلة. المشكلة أن هذه المشاريع كلها نفذت. على سبيل المثال وبشكل سريع، اعترضوا أيضا على المستشفيات الكبيرة التي أنشأتها الحكومة الجديدة. اليوم لولا وجود هذه المستشفيات لكان الوضع الصحي في تركيا في ظل أزمة كورونا وجائحة كورونا لا يرثى له ولا يمكن تحمله. اليوم كل هذه المستشفيات امتصت القدرة، الحاجة الكبيرة للأسرة والعناية المركزة، وتجاوز تركيا صحيا على الأقل. خليني أسألك، خلينا بموضوع البوسفور لو سمحت، وموضوع قناة اسطنبول. سنة 1936 اتفاقية مونترو نصت على أنه المرور من خلال البوسفور بدون المجاني، يعني لكل السفن. روسيا نفسها أكدت على أهمية الحفاظ على اتفاقية مونترو. هل الآن هذه القناة الجديدة لن تلتزم طبعا بهذه الاتفاقيات، وبالتالي في دفع رح يتم، هل رح تقبل؟ لا تتبع. هل رح تقبل الشركات العالمية والدول بأن تدفع مقابل المرور في قناة اسطنبول؟ طبعا اقتصاديا السفن أن تنتظر يوم أو يومين أو 3 أيام بطواقمها ببضائعها في لتنتظر دورها في المرور عبر مضيق البوسفور، سيحتم عليها أن تمر من قناة اسطنبول بشكل أسرع وبتكاليف أقل. فما ستدفعه قطعا أقل من تكلفة انتظارها يومين وثلاث أيام في مضيق ليأتي دورها في مضيق البوسفور. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، عندما تضطر الحكومة التركية لمنع المرور لأي سفينة، وهذا البعد، القناة اسطنبول ليس قناة اقتصادية فقط، وإن كنا نتكلم عن البعد الاقتصادي، لكن هي قناة يعني تحاول أن تحل أزمة حتى أمنية وبيئية وحماية من كوارث قد تحدث بسبب مرور عدد من السفن، بسبب عدم قدرة تركيا على التحكم بمضيق البوسفور. يجب أن توفر بديل، حتى لو لم تدفع بعض السفن مثل الناقلات العسكرية والنووية التي تمر من مضيق البوسفور، يمكن أن تضغط تركيا على هذه الدول، أو تطلب تركيا من هذه الدول أن تمر هذه الناقلات من هذه القناة الأقل تعرجا والأوسع مدى والأمن مرورا، مقابل منح من مرور بسبب الوقت. دعني أسألك بشكل سريع،
يمكن ما بقى عندي وقت اني اسالك حتى، بس شكرا جزيلا لحضورك معنا اليوم سيد بعين نعيم الباحث في الشان التركي، شكرا لك.